اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك النهارده، بس لما نقول خليها سمك هيكون طبعا معانا النهارده تشكيله من الصيد والرزقه الواسعه. معانا سمكه كبيره وزنها بيعمل تقريبا 7 كيلو وهي سليمه، بننضفها بتخس تقريبا من كيلو الا ربع لكيلو حسب بطن السمكه والمرعى بتاعتها. معانا سمكية كبيرة قشر بياض لطيفة، فصيلة القاروص، فصيلة اللوت، دي مسميات، ولكن أنا ليا هدف في القصة إن أنا عايز أعمل من السمكة الكبيرة دي كذا حاجة، كأنها خروف ضاني، هنطلع طبق شوربة، ممكن نطلع منها كفتة، ممكن نطلع مشوي زيت وليمون، ممكن نعمل منها كبسة، ممكن نعملها برياني، حسب ما إحنا حابين. أنا عايز أعمل النهاردة طبق شوربة السمك، هنشوف نعملها إزاي، وهنعمل منها سمك مشوي بالزبدة والليمون على طريقة الخاصة هتعجب حضراتكم إن شاء الله. معانا شوية قشريات ورخويات وجندفلي، جمبري، كابوريا، كاليماري، هعمل طبق رز بالسي فود، أكيد هيكون له طعم تاني. التركية اللطيفة بتاعت الشيف المغازي، هنشوف نعمل إزاي الرز المصري بالسي فود. يتعمل بسماتي يا شيف يتعمل، بس لما يتعمل رز مصري هيكون بالتأكيد أحلى لأنه غني بالنشويات ويبقى لطيف وجميل. تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتي مش عايز أطول، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع مع سمكة كبيرة الحجم تقدري تستغليها في كذا طبق متنوع وترضي أفراد الأسرة الصغير والكبير. أستاذن حضراتكم آخد بعض وأطلع فاصل، أو تروحوا بعيد خليها سمك النهاردة. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. واكلك منين يا سمكه ولا يا بطه؟ لا السمكه شكلها حلو طازه. انا عايز وانا ماسك السمكه كده نقول شويه حاجات، يعني معلومه غير معلومه. احنا مش عايزين نعمل اكله سمك وخلاص، عايزين برضو نستفيد بشويه معلومات يا عم الشيف عشان ما نضحكش علينا في حلقه السمك. السمكه تعرفها طازه ولا مش طازه ازاي؟ لما تبقى في ايدك بالشكل اللطيف الحلو ده، خياشمها لونها برتقاني، لحم السمكه ابيض مش متغير لونه من الداخل بالشكل ده كده مخرجنا الجميل. اللهم صل على النبي. بطن السمكه بسم الله ما شاء الله شمعه فل منوره، شمعه بيضة. عايزين القشر بتاع السمكه اللي هو الصدف احنا شايلينه طبعا ونضيفه. لما بنضغط على السمكه بايدينا بالشكل ده كده بصبعنا ما يعلمش مكان صبعنا، تعرف ان السمكه لحمها ناشف قاسي، يبقى لو اللحم طري جدا وبتخزنها في الفريزر فتره طويله صباعك او صباعك هيعلم مكان ما ضغطت بايدك عليها. ده مهم جدا على فكره، وتكون عينها لطيفه وجميله ما شاء الله، العيون الجميله الملونه زي عيون الشيف. السمكه الحلوه دي ممكن نعمل منها ايه بقى؟ نعد على صوابعنا، ناخد الفيليه بتاعها نعمله مشوي، ناخد الجزل بتاعتها نعملها بالزبده والليمون، ناخد الجزل بتاعتها نعملها سمك برياني او كبسه، ممكن تتعمل كفته، ممكن تخش في اطباق الشوربه كتيره قوي زي ما انت حابه. السمكه معانا اهيت ونقدر ان احنا نتعدد منها الاشكال اللي احنا حابينا. تعالوا مع بعض هنعمل اول حاجه طبق الشوربه. شوربه السمك استاذه رحاب بالكرفس. المقادير على الشاشه، عباره عن سمك اللي هي راس السمكه مع بواقي منها، ومعانا طبعا كرفس وبصل وتوم. انا عايز اقطع السمكه دي مع حضراتكم كده بطريقه بسيطه وسهله. هتقولي يا شيف مغازي ليه الشقة؟ طبعا ما انا اروح لحلقة السمك وهيجيبها لي وخلاص متنظفة وزي الفل، ولكن انا انصحك السمكة لما تكون ديلها عندك ده عنوانها، بتعرفها اذا كانت بوري او قاروص او لوت او هامور وهكذا. سن السكينة كده مع بعض طبيعي، سنيت السكينة بمستحد الطبيعي انك تمسحيها بمنديل عشان نتيجة تعامل الحديد مع بعضه بالشكل ده كده بالهداوة يعني. وهناخد أول حاجة كده رأس السمكة دي علشان اللحم بتاعها، نبدأ إن احنا اللهم صل على النبي نعملها إيه؟ شوربة زي ما هي كده. عندي حلة على النار ناخدها مع بعض كده، دي الشوربة اللطيفة الحلوة. أنا عاشق بقى للحم وفص اللحمة اللي ما بين صدف السمكة وما بين قشر السمكة وما بين دماغها بالشكل ده كده، دي كلها لحمة على فكرة، تفاصيلها كتير. هاخدها زي ما هي كده وعندي حلة على النار. الحلة دي فيها مية بتغلي، بحط فيها البوكيه جورنيه بتاعنا بتاع كل يوم، جزر وكرفس وبصل وتوم، حلو قوي، وأحط راس السمكة معاها. وأسيبها على النار تاخد وقتها علشان أطلع بشوية شوربة
زي الفل. ما احطش اي توابل، اخليها زي ما هي كده بس، الا ان انا احط فص ثوم ني. كده انا عملت الشوربه. ايه السهوله دي يا عم الشيف؟ زي الفل. واسيبها تغلى على النار تقريبا 30 دقيقه، 35 دقيقه بالشكل ده كده. الشوربه خلصت، حلوه قوي. نيجي للي بعده، باقي السمكه عندي. تعالوا نشوف نقطعها مع بعض ازاي. ده الطبيعي، بخلي دي كده هنا واجيب بلانشه تانيه بساطور واعلمك ازاي ما تروحيش للسماك يقطع لك السمك. هتقولي دي عايزه ساطور يا شيف وعايزه مجهود وعايزه عضلات والجو ده، خالص ولا الكلام ده. السمكه هنحدد الشريحه اللي انت عايزاها بالسكينه الاول. هشيل دي من هنا ونجيب سكينه زي دي كده ومعاكي سطور. اول حاجه زي ما بتعمل الريش كده الكوستاليتا، ناخد كده اهو ونيجي عند السلسله ونقف. اي حد ممكن يعملها في البيت، وانصحك تعملها في البيت. دي الجزل، لان عايز اعملها مشويه بالزبده والليمون. شفت الشريحه؟ يعني تقريبا سنتي 10 مللي. وانا شاطر في القياسات ديت. طلع معاكي بقى 20 30 شريحه زي ما انت عايز. انا بس عايز اطلع بنتيجه حلوه ومعلومه ازاي لو جوزي جاب لي سمكه كبيره غاو الصيد في يوم الاجازه بتاعته، فطبيعي بيجيب سمكه، ما يروحش بقى للسماك ويقول له قطعها لي. اللي خلاك تصطادها وربنا كرمك ورزقك، روح على البيت بالشكل ده كده. او المدام. عند السلسله ونقف. زي ما انا شغال كده. وما تهريش لحم السمكه خالص، زي ما انا شغال كده اهو. نيجي عند الديل. الله اكبر. واخد الديل ده، انا عايزه. احنا مش بنعمل اكل السمك وبس، احنا عايزين نطلع بكذا معلومه. ومعانا ساطور، اللهم صل على النبي. هنا حلو، اللهم صل على النبي. تعالى يا غالي، ده ديل السمكه. شفت ديل السمكه ازاي؟ ده كله فوسفور، كله اوميجا 3 اهو يا اخوانا. ينزل فين؟ مع الراس. يبقى السمكه ديلها وراسها في قلب الحله. هحصل على طبق شوربه قيمته الغذائيه عاليه جدا. واسيبهم على النار. خلص. ناخد بقيه السمكه، هنيجي من هنا كده بالسطور بتاعنا ومكان ما انا مقطع. حلو. شفتي؟ اسهل من كده تاني. انا بس عايز اقول لك على حاجه حلوه، انك انت يعني لما يجي لك سمكه زي دي كده يفضل انك انت تقطعيها في البيت. بالشكل ده كده. هتقول الجيران عندك البيبي نايم، مفيش مشكلة بقى، دي سمكة حلوة. شفتي تاني؟ يبقى رقم واحد خدت راس السمكة حطيته في بوكيه جرنيه مع ديل السمكة عشان أعمل طبق شوربة حلو. شفت الشريحة اللطيفة دي؟ شفت لون السمكة عامل إزاي؟ معانا فرسان التلفزيون المصري، الأساتذة المصورين. ومطبخك رايق ونضيف وزي الفل، وليه راح اروح لسماك ياخد السمكه يبهدلها؟ ما اعرفش بقى ايه اللي هيروح منها، ايه اللي هيجي منها خالص. انصحك بكده يعني. حلو. شغالين مع بعض. لازم بالساطور تخبطي على السلسله بتاعته، كل ما توصلي لراس السمكه هتلاقي السلسله بتاعت السمكه قاسيه شويه. شفتي؟ زي الفل. نحط ده كده هنا كمان مع بعض. تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نقطع السلسلة ونمشي عليها مرة واحدة. كل ما نوصل لظهر لراس السمكة هتلاقي فيه قساوة شوية. ولازم السطور، لأن السطور بحجم السمكة. شفت؟ معانا مدام منى. يا مدام منى ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا ست الكل. تسلم ايدك يا سيف على كل اللي بتعمله. الله يسلمك. شفنا ازاي ناخد السمكة في البيت نعملها؟ جميلة. بس أنا عايزة أسأل حضرتك عشان لسه شايفة، بس
السمكه دي نوعها ايه او اسمها ايه؟ بالامانه دي سمكه لوت، فصيله اللوت. ودي فصيله القاروص. اللوت والقاروص والوقار كلهم فصائل واحده. تسلم ايدك، لا يفرق بينهما غير السعر. تسلم ايدك، الله يسلمك ست الكل. ما انا عارف في دلوقتي ناس حبايبي عاشقه للسمك، اسكندرانيه بقى والسواحليه، لو انا قلت غير كده مغازي. انا عارف قاري الحكايه. نيجي دي بقى قويه جدا عشان هي عند الراس. بس احنا مش بيهمنا. زي الفل. تعالوا بقى نتخلص من كل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعني يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى طلعنا هنا بمعلومه غير معلومه، ازاي اروح على البيت اجيب سمكه وزنها 10 كيلو 15 كيلو. احنا مش بيهمنا حاجه، هنعرف ازاي نقطعها مع بعض بالشكل ده كده. واقدر اعملها بقى كبسه، اعملها برياني. خلي بالك انت لو مشيت بالسكينه على السلسله 3 ايام وتعملي كده عمرها ما تتقطع الا بالطريقه اللي انا بقولها دي كده. والبلانشه اتملت سمك. بسم الله ما شاء الله، ربنا مبارك. خلي دي هنا يا عم الشيف. خلي دي هنا يا عم الشيف. نعمل كبسه، هنعمل مشوي بالزبده والليمون. شفتي دايما احنا بنشتري السمك بنروح للراجل السمك نقول له خد السمك دي قطعها لنا، اعملها لنا، اعملها لنا مشوي، اعملها لنا زيت وليمون، اعملها لنا صينيه في الفرن. اختياري دي كبيره شويه، ممكن ناخدها كده بالنص زي الفل. اهي تعلمي ازاي تعمليها. اللهم صل، سلسلتين زي الفل. ويا سلام دي لو اتعملت مقلي كده كريسبي تبقى لطيفه وجميله. شفتوا اللحى كاننا قطعنا خروف. اللهم صل على النبي. بيسالوا كتير على السوشيال ميديا يا شيف مغازي جوزة صياد بيجيب السمك بيتركن في الديب فريزر، ما بعرفش استخدمه ازاي، بيقعد عندنا فتره طويله، وفي الاخر السمك ده لما يتجمد كتير بالتاكيد اللحم بتاعه ما بيبقاش لطيف. انا قطعت السمكه، هستاذن فريق العمل بالشكل اللطيف الحلو ده كده. ناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض نشوف ازاي نقدر نعمل سمك جزل مشوي بالزبده والليمون، نعمل طبق رز بالسيفود، هنعمل طبق شوربه كمان لطيف وجميل. ولكن النظافه هو طبعا اهم حاجه، وخاصه مع اكله سمك عشان مطبخك ما يبقاش متكركب. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره، ولكن البعض ممكن بيتابعنا دلوقتي يقول لك شوف مغازل وايه التعب والشقيه ديت. طب انا هروح للراجل السمك في البيت او في الحلقه بتاعت السمك او في محل السمك اقول له نضفها لي. انا بس بتكلم للمصداقيه للامانه. انا بفضل حاجتين مهمين جدا، اي حاجه تخص النظافه وخاصه الحاجات اللي هي الفيليهات زي بتعملي سكالوب، بتعملي سمك شرايح زي ده كده، لان السمكه دي بعد ما اتقطعت ما ينفعش اغسلها، ما ينفعش تعدى على ميه خالص، لا ميه جاريه ولا ميه واقفه. خلي بالك السمكه غسلتيها كويس وشلت الصدفه بتاعتها كويس وشلت بطنها كويس تتقطع بالشكل ده، تبداي تستخدميها استخداماتك العديده. عد لغايه 1000 نوع سمك، ولكن ما يفضلش انك تغسليها. احفظها ازاي يا شيف مغازي؟ بجيب الاطباق بتاعت حفظ السمك، منها الفوم ومنها البلاستيك، برصها كده وبعدين اقفلها بالستريتش وادخلها جوه الثلاجه تبريد عالي جدا 20 تحت الصفر عشان ما تنزلش سوائل. احفظها لمده 15 يوم شهر بالكتير واستخدمها زي ما انا عايزه، ولكن يفضل ما يتغسلش. اطلعها من الديب فريزر اسيبه يفك براحته، ما احطوش لا ميه سخنه، ما هيش لحمه مفرومه احطها في الميكرويف ولا احطها في الحوض وافتح عليها الميه خالص. خلاها في الكيس مقفوله، حاميها من الجو لغايه لما تفك براحتها. السمك يا اخوانا ممكن يكون سعره غالي شويه، ولكن انا استخدمه بذكاء وبثقافه ان انا ازاي اقدر اخزنه واستخدمه، ده مهم جدا. انا خدت تقريبا تلت السمكه
هعملها مشوي دلوقتي بالزبده والليمون، والباقي عندي اشيله ممكن اعمله كبسه، اعمله مقلي، اعمله مقلوبه، اعمله برياني زي ما انا حابب. تعالوا نشوي السمك النهارده زبده وليمون. التتبيله كالاتي دلوقتي. هنعمل مع بعض تتبيله لطيفه وبسيطه. اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كسروله زي دي كده. بنحط فيها شويه ثوم. مع التوم ده شوية مستردة. حلو قوي. سنة شبت صغيرة. والسمك مش بيحب زحمة التوابل. تاني يا شيف، السمك مش بيحب زحمة التوابل. وعندي شوية عصير ليمون. الله عليك يا عم الشيف. التركاية بتاعت المغازي بقى اللي مش هتلاقيها عند حد. ايه ده يا شيف؟ ايه ده يا شيف؟ قول لنا ما تخبيش. دول قد ايه بالظبط؟ دول ايه؟ نشا. نص معلقه نشا. مخرجنا الجميل اهي في قلب الخلطه. هتعمل ايه دي يا شيف؟ هنشوف دلوقتي. كل دول مع بعض. زيت زيتون والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا دي معانا كل يوم. مشوي ياخد زيت، ياخد زبده. هتعمليها بانيه او مالي ابعدي بالزيت والزبده. كل دول مع بعض. شويه الفلفل، شويه الكمون، بابريكا، شوية كركم، بس كفاية كده. ونتبلها مع بعض. هناخد التوابل دي يا عم الشيف كده اهو. شفت الخلطة دي؟ تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ سنة شبت صغيرة مع مستردة مع زيت بقى عندي قوام غليظ اهو. دور الزيت هو اللي بيلعب في القوام بتاعه مع المستردة. واخد الخلطة دي يا عم الشيف كده واسقطها على وش السمكة. حلوة. وعندي جريلا سخنة. اللهم صل على النبي. عندي جريلا درجة حرارتها عالية جدا. زي الفل. شفت ازاي؟ السمكة مش محتاجة بهدلة. تبليها وتسيبها في التلاجة. دي مش صدور فراخ، دي تبليها وشويها على طول. مش لازم تقعد كتير فترة في التلاجة كبيرة. ممكن ساعة زمن ماشي. عشان السمك لونه ما يتغيرش. زي ما هي كده. هنشويها دلوقتي مع بعض. شوينا سمك النهارده، بكره ممكن نعمل صينيه سمك بالبطاطس والكريمه ينفع معانا، ممكن نعمل طبق كبسه حلو، ممكن نعمل طبق برياني حلو، حسب ما انت حابه. شويه زيت هنا حلوين في الجريلا بتاعتي. فين الزبده والليمون يا شيف؟ بعد شويه، بعد ما تستوي السمكه بنغرقها بالزبده والليمون. اللهم صل على النبي، توكلنا على الله. لازم السمك ينزل في جريلا سخنة درجة حرارتها عالية جدا. الله. الله. واسمع الصوت ده. الصوت ده بقى لوحده كده بيلعب دور مهم جدا في انك انت ماشية صح. زي الفل. شويه البهريز دول بخليهم معايا كده. باخد شويه شوربه من دول. ركزي بس على الموضوع هنا. الخبره اهي. شوربه السمكه فرحان بيها انا. خلي بالك انا بسلق السمك هنا في مصفى عشان الحسك او الشوك. انا طبعا هاخد اللحم منه فلازم يكون عندي مصفى زي دي كده. باخد شويه شوربه زي دول كده واحطهم هنا جنبي. واخليه دي جنب. زي الفل. بعدين هشرب السمك بالصلصه دي. السمك المشوي بتاعنا نبص عليه. كله السمكه خلاص خلصت واحنا شغالين مع بعض. ايه الاخبار؟ بص على الحلاوه. الله. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شفت؟ زي ما هي كده. وناخد دي كمان نقلبها. الله. سمكة شربها من الصوص اللي اتحمر بننزل بيها بالشكل ده كده. الصوص بتاعنا ده كده. الله. ده البهريز اللي انا متبل فيه السمكة. خدت شوية شوربة
واسقطها كده زي الفل. والنظافة أهم حاجة. عايز أعمل الزبدة والليمون، نعملها إزاي مع بعض؟ اللي هنغرق فيها السمكة مع بعض. النظافة يا عم الشيف. عايزين نوصل لمعلومة مهمة جدا. جبت سمكة كبيرة، مطبخي رايق زي الفل، متنظف جاهز. طلعت الأوردر بتاعي أو المنيو بتاعي أو الغداء بتاعي لأولادي، وبقية السمكة موجودة عندي أقدر إن أنا أخزنه ليوم واثنين وثلاثة وأربعة. قدرت إن أنا أعمل طبق رز بالسيفود، رز، واعمل سمك مشوي بالزبده والليمون اللي حبه، وعندي طبق شوربه لسه تفاصيله دلوقتي مع بعض بالشكل ده كده. تعالوا نعمل صلصه الزبده بتاعتنا للسمكه اللي احنا شويناها. نعملها ازاي؟ معانا زبده، معانا شبت، عصير ليمون، معلقه مستردة، حاجه كده بنتعمل بتر فلاير اللي هو الزبده والليمون للجمبري اللي احنا عارفينه في بعض المطاعم. زبده، ليمون، مستردة، وكريمه لباني. سمكة مشوية في طبق لطيف معانا. تعالوا نعملها مع بعض. طاسة على النار شديدة الحرارة، بحط فيها زبدة، بحط على الزبدة دي شوية شبت، فص ثوم رقيق زي الفل، ونقلب كده. الله، ايه الريحه الحلوه دي يا عم الشيف. نرجع للحله بتاعتنا، هي كل الحياه هنا اهو. باخد منها شويه شوربه، ادي دول كده اهو. يا ويلي خلص الكلام. ازود شويه زبده، وادي المستردة بتاعتنا، واقلب التقليبه الحلوه دي كده. على فين يا عم الشيف؟ احنا مع بعض. شفت الصلصة دي؟ عايزة كمان شوية شوربة من هنا. أهم حاجة الراس بتاعة السمكة وديلها، هما سر نجاح الأكل بتاعي النهاردة. أظبط الملح والفلفل. الله الله، بس خلاص. يلا بينا يا شباب، يلا بينا، يلا بينا. شفت السمك المشوي بتاعنا بالزبدة والليمون؟ اللهم صل على النبي. تاكل صوابعك وراه. السمكه طالعه من الفرن مشويه، شوتها على الجريل، شوتها في طاسه زي ما انت حابه. طبق جميل وزي الفل. البرزنتيشن يا عم الشيف مطلوب. طبيعي اللي عندنا ليمون، او انك تحطي انواع خضره انت حباها زي دي كده. اللهم صل على النبي. نعم، لا السمك اللي معانا ده بقى احنا قلنا مع بعض يتشال، مش لازم اجيب سمكه وزنها كبير استخدمها كلها في يوم واحد. هنا الشطاره، اعمل على قد عدد افراد الاسره والباقي استخدمه في ايام تانية. ممكن يتعمل طاجن سمك بالبطاطس، ممكن يتعمل طاجن سمك بالبرغل، طاجن سمك بالفريك، زي ما احنا حابين. الليمون اساس البرزنتيشن لاطباق السي فود اهو، ايا كان بتفاصيله، ده الطبيعي. انا عايزكم كده وانتم فاتحين القناه الاولى تستمتعوا ان ازاي تقدري تخش المطبخ وتعملي اكله سمك انت حباها. بألف هنا وشفا. اخبار الرز ايه؟ تبص عليه بصه كده، يلا من نفسك. ايه الحلاوه دي؟